ما تبقى الآن مع معاذ محارب. جولة جديدة ما تبقى وفيها. تغرق في الشمال وتحرق في لبنان، مخيمات السوريين تواجه جولة جديدة من العنصرية والإعصار. إسرائيل تسخر من أنظمة الأسد الدفاعية، مضاداته لا تعيقنا، فماذا خلفت موجة قصفهم الأخيرة؟ وواشنطن وتل أبيب تطرقان أبواب طهران بمناورات عسكرية هي الأكبر في التاريخ. الوصف ليدعوت أحرنوت والتفاصيل لمن خفيت عنه. حياكم الله. وحدها العدسات الطائرة، من استطاعت إلقاء نظرة شبه كاملة على أحوال المخيمات في الشمال السوري. هذه خيمة في إحدى مخيمات الشمال السوري، مع هذه الموجة الأخيرة من الأمطار هكذا أصبح حالها. غرقت هذه الخيام على رؤوس نازحيها جراء الأمطار والعواصف والسيول. غرقت هذه المخيمات العشوائية. في هذه المخيمات العشوائية تقريبا 300 ألف سوري في هذه المخيمات. إن نزلت هذه العدسة إلى مستوى أقرب التقطت صورة البؤس الإنساني. هكذا يعيش الناس في هذه المخيمات. 300 ألف هذه في المخيمات العشوائية، في عموم المخيمات تقريبا حوالي 1,000,000 إنسان سوري. البؤس في أوضح تجلياته بعدما تحولت هذه المخيمات إلى جزر معزولة وسط قهرها وفقرها وحاجتها. إنه الشتاء العاشر، الشتاء العاشر الذي يحسب ضد بشار الأسد وروسيا وإيران بوصفهم المتورطين الأساسيين في الفاجعة، لكنه العاشر كذلك على خذلان العالم للسوريين، والعاشر كذلك على ضعف المعارضة في مواجهة التحديات. الشتاء رقم 10 مع ناصر عدنان. إيش المخيم؟ يعني فيلات؟ لا بالله، مي وعلى بعد نجس وحياة عمر من هيك ما أبو. هذه بقعة من أرض العالم في 2020، لا في سبعينيات القرن الماضي، وإن تشابهت النهايات عندما كتب الأديب غسان كنفاني روايته الشهيرة رجال تحت الشمس، فأدرج فيها قصة ثلاثة رجال فلسطينيين حاولوا الهرب في خزان مياه نحو الدول العربية، لكنهم توفوا اختناقا داخله وسط الصحراء، فترك في المخيلة البشرية سؤالا يتردد: ألم يطرقوا على جدران الخزان فينقذهم أحد؟ لن يتسنى للروائي الفلسطيني الراحل أن يرى بأم عينه كيف أن لشعب بأكمله ما ترك شيئاً إلا وطرق عليه للفت انتباه العالم إلى مصيبته، ولم يكن الطرق من داخل خزان مغلق أو كهف عميق، إنما من على وجه أرض مكشوفة تحت أقدامهم اليوم تغرق وتمور. من الصبح لهلا ما دقنا لا اكل ولا شرب، يعني نحن اشو ذنبنا؟ اشو عملنا؟ اشو حتى هيك اربان اسمه الله يكسر فينا. انه الشتاء العاشر لفلسطينيي القرن الحادي والعشرين مجازا، السوريين دقه، في مخيمات القهر المنسيه في الشمال الغربي من سوريا بين حلب وادلب، حيث المطر لا يكتفي بنتائج اختباراته السابقه لطبيعه الخيام، بل يعاود الكره هذه السنه بهيئه اعصار. بتجهز سله الشهري يبيع ب 20 ليره وبخلي لهم التيله بياكلوا منه. ايش بده يكون وضع الحرمي المعده زلمه؟ ايش بده تتوقع؟ تحصى
تحصي المنظمات المحلية خسائر الطوفان والغرق، فتقول إن ما يزيد على 3000 عائلة خسرت خيامها ونامت في العراء إثر انجرافات التربة وتشكل السيول والأوحال، فضلا عن البرد الشديد جدا الذي حول كل طفل ورجل وسيدة في المخيمات إلى مشروع ضحية، كحكاية بائعة الكبريت في الأدب العالمي التي ماتت من البرد تاركة وراءها مثل نازحي سوريا صفعة على جبين المتسبب المدان والشريك المتورط والصامت المتواطئ والعاجز المتكاسل. تطوف السيول الجارفة على قوم مشرد حاول كثيرون التلاعب بقضيتهم، لكن القصة الأصلية والحقيقة الصرفة ستبقى وتدوم في أن بائعة الكبريت والرجال الفلسطينيين الثلاثة والمهجرين السوريين لم يموتوا اختناقا وبردا فقط، بل إن هناك جانيا آخر في رحيلهم الجماعي اسمه الخذلان. المسألة تجاوزت، البعض يقول تجاوزت مسألة الخذلان، هو خذلان بكل المقاييس ما يحدث مع هؤلاء اللاجئين السوريين في الشمال السوري في المخيمات، إذا لم يكن هذا هو الخذلان فماذا يكون؟ لكن البعض يقول المسألة تجاوزت الخذلان، أصبح هناك تبلد، جميع المعنيين بحل هذه الأزمة يعلمون أن هذه الأزمة سوف تقع على مدار سنوات، كل سنة هم يعلمون بالضبط متى ستقع وكيف ستقع وإلى ماذا سوف تؤدي، ولا يتحرك منهم متحرك ولا يرف لهم جفن كل سنة، عدا طبعا عن بعض الجهود الفردية من هنا أو من هناك، يعني تتحرك النخوة ويحمر أنف أحد ما فيقدم ما استطاع، لكن المعنيين الحقيقيين بحل هذه المشكلة وتخفيف إلى حد الصفر تقريبا من آثارها تجاوزوا مرحلة الخذلان، هم قوم متبلدون، والمتبلد الأكبر في هذه المسألة هو البعض يقول من يدعي حكم إدلب وريف إدلب، سعادة سمو أمير المؤمنين الخليفة الفاتح، هذا الذي يسرق أنهاب أرزاق الناس ويطرد المنظمات ويسرق أرزاق المنظمات، هذا ما يحدث، هذا ليس تجنيا، هو يفعل مع جنده هذا الفعل، حرم هؤلاء من كثير من الجهود وكثير من المنظمات التي يمكن أن تقدم شيء، عدا طبعا عن بعض السرقات ذات اليمين وذات اليسار في صفوف العمل الإغاثي، ولو أن هذا أمر طبيعي، لكن بعض كمان المشتغلين في العمل الإغاثي، البعض يقول يعني من المشتغلين بالعمل الإغاثي يعني يبالغون في الصرف جهودهم وأموالهم التي تأتي لهم طبعا على قضايا غير هذه القضايا، على قضايا غير هذه القضايا تحت عنوان الدعم النفسي، تحت عنوان الدعم النفسي كل الجهود تنصرف في الدعم النفسي، وهؤلاء يغرقون بأوحالهم كل سنة. إخواننا العراقيون الذين سبقونا بالمأساة قال شاعرهم ذات يوم يا موطني ليش أنت من دون الدول صاحت عليك الصايحة، والبعض يقول هذا كلام صحيح وكأن سوريا صاحت عليها الصايحة، أحرق شبان لبنانيون هذه الآن إلى النار، أحرق شبان لبنانيون سلمت يداهم عشرات الخيم في مخيم المنيا للاجئين السوريين بقضاء عكار اللبناني إثر خلاف مع السوريين في المنطقة، هذا مخيم المنيا مثلا، هذه المرأة تجمع أشياءها وتنصرف من المخيم، قالها عباس سيشان ليش أنت يا موطني من دون الدول صاحت عليك الصايحة، ليش أنت من دون الدول جيرانك كلها تواكحة، هذا ما يحدث مع سوريا حرفيا، هذه صور المخيم، مجموعة من الأسود في المنيا أحرقوا هذه الخيم، وهذا أصبح حال السوريين بعد حرق مخيمهم. مصادر التلفزيون سوريا قالت أن خلافا وقع أمام مطعم البلسي في المنيا بين لبنانيين من عائلة آل المير ولاجئين سوريين تخلله إطلاق نار على الاتصالات الدولي ما أدى إلى وقوع جرحى نقلوا إلى مشفى الخير في المدينة.
هذه العذابات ليست جديدة على السوريين في لبنان، لكن هذه في المنيا ربما تكون أشدها عذابا، لأنها أتت من المنيا، لأنها أتت من الشمال، من طرابلس، من عكار، من المنيا، لذلك هي مؤلمة جدا. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. عمر رحمون اليوم يقول إن من أحرق خيم السوريين في المنيا هم داعش والنصرة، وداعش والنصرة التي يعنيها عمر رحمون هم أهل السنة في طرابلس في الشمال، لأنه كل أدبيات الخطاب اللبناني ومعه النظام يقولون إن أهل الشمال اللبناني طرابلس عكار المنيا هم سنة دواعش. عمر رحمون اليوم يغمز من هذه القناة، ليس عمر رحمون فقط، كثيرة هي الحسابات الشيعية، هذه حسابات المقاومة والممانعة في لبنان، حسابات الصفر هذه تغمز من هذه القناة كذلك، ويعني يتباكون على ما حدث في مخيم المنيا ويتباكون على السوريين في مزاودة واضحة ومكشوفة. لذلك هذه الضربة في المنيا هي تعتبر الأشد ألما والأشد عذابا، لأنها من المنيا. طبعا أهالي طرابلس، أهالي المنيا، أهالي عكار لم يقصروا، هم احتووا الناس وآووهم وكان موقفهم واضحا جدا، اعتذروا عن هذه الإساءة وقدموا كل ما يملكونه من أجل احتواء هؤلاء الذين تشردوا في البرد. طبعا منظر هؤلاء السوريين الذين كانوا في العراء، في العراء، أحد إحدى النسوة قالت في العراء باتت ليلتها هي وأطفالها، وكان هناك رجال لبنانيين يمنعون الرجال السوريين من الخروج، يريدون إحراقهم أحياء. لذلك قال شاعر ذات يوم: ليش أنت من دون الدول صاحت عليك الصائحة؟ وكأن السوريين صاحت عليهم الصائحة في هذه الأرض. لا تفسير لكل هذه العذابات. البعض يقول، يفسر هذه الظاهرة التنمر على السوريين ليس فقط في لبنان، لكن في لبنان له نكهة خاصة، في كل الدول المجاورة بسوريا هذه شعوب مهزومة وتنفس عن غضبها وقهرها وقلة حيلتها أمام أنظمتها الحاكمة بالتنمر على السوريين، لأن حائط السوريين منخفض، فالرائح والغاديات لهذا الحائط، لأن حائط السوريين منخفض والسوريون ليس لهم بواكي، فالكل ينفس عن أحقاده وينفس عن عقد نقصه بالبلطجة وبالسطو على السوريين. هذا هو الموضوع. هؤلاء الذين أحرقوا خيم المنيا لا يجرؤ أحد منهم أن يتنفس بحضرة الحزب الإلهي. سامي كليب وهو من عظام الرقبة له مقال مهم جدا، يقول لك هكذا سامي كليب، أريد أن أنقل ما قاله حرفيا سامي كليب وهو يعتبر إعلان نصر. يقول الشيعة في لبنان، سامي كليب هكذا يقول: الشيعة في لبنان باتوا قوة الفصل والوصل الأولى، ولا يتخذ قرار بدونهم ولا يتخذ قرار ضدهم في لبنان. هكذا يقول هذا البعض، يقول هذا إعلان نصر واضح يعني لهذا الزمان القادم. طبعا سامي كليب يقول أنه إذا رجعت أمريكا إلى الاتفاق النووي مع إيران أو أي تسوية بين الحزب وبين الإسرائيليين، وهذا الأمر مطروح وممكن، بالتالي هذا هو زمان الشيعية السياسية في لبنان. يقول سامي كليب إن الموارنة أفل زمانهم والدروز أفل زمانهم والسنة كذلك أفل زمانهم، نحن في زمان الشيعية السياسية. الرجل واضح جدا، ويقول البلد كله في جيبة حسن نصر الله، في جيبة حسن نصر الله، ويأتي هؤلاء في المنيا ليظهروا رجولتهم على بعض المستضعفين السوريين. هل لا خرجت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائري؟ سامي كليب يقول إن اتفاق الطائف في 89 سمح لحافظ الأسد البقاء 15 سنة في لبنان، لكن هذا الاتفاق الجديد الذي انعقد، أو التسوية، ليس شرطا اتفاقا نوويا بين أمريكا وإيران، إنما التسوية جزئية مع حزب الله، بين حزب الله وبين الإسرائيليين، إذا عقدت ممكن أن لا تعقد، واحتمال كبير أن لا تعقد، لكن يقول سامي كليب إذا عقدت فهذا يعني بقاء الشيعية السياسية حاكمة في لبنان 40 سنة، ليس 15 سنة كما فعل اتفاق الطائف مع حافظ الأسد، هذه 40 سنة سوف يكون حسن نصر الله الحاكم بأمره، وليظهر هؤلاء الذين حرقوا خيام السوريين في المنيا. على الهامش من زيادة المأساة والملهات ومن زيادة نكد الدنيا، خرجت وزارة الخارجية، خارجية النظام، لتدين هذا الحرق
لتدين هذا الإحراق وتقول وتهيب بالقضاء اللبناني يعني أن يفصل في القضية وأن يعاقب المتهمين. وزارة خارجية النظام طبعا خرج وليد جنبلاط ليقول هذه عن تعليقا على كلام وزارة خارجية النظام، يقول هذه مأساة وهذه قمة السخرية أن يخرج النظام وليقول هذا الكلام، ونحن وصلنا في زمن احتقار النفوس، الزمن الذي ليس هناك زمن بعده. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي هيداي زالبرمان، قال إن المضادات الأرضية التي تطلقها قوات النظام لا تعوق أي استهداف تريد إسرائيل في سوريا. قال لك يعني يطلقون على الفراغ على المجهول. النظام اليوم يطلق أكبر عدد من المضادات الأرضية في العالم، لكن الصواريخ الإسرائيلية الذكية تصيب الأهداف التي تحددها دائما. وإسرائيل هكذا يقول أطلقت في سوريا أكثر من 500 قذيفة وصاروخ ذكي خلال العام الحالي، ولم تتلقى أي رد أو هجوم يذكر. النظام ضرب الإسرائيلي ذات يوم فنزلت صواريخه في قبرص، هذه كانت مثلا فأصبحت حقيقة. كشفت صحيفة يدعو تحرانو تفاصيل ما وصفتها بأكبر عملية ردع عسكرية مشتركة نفذها الجيشان الأمريكي والإسرائيلي في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر. الصحيفة قالت إن المناورات هدفها الردع الاستراتيجي لأي تهديد إيراني محتمل ولمنع طهران من القيام بعمليات انتقامية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل شهيد القدس قاسم سليماني. We'll be right back.
ساخنة الأجواء، ساخنة تمام، من لبنان إلى سوريا إلى العراق، ساخنة، ساحات ثلاثة مفتوحة على كل الاحتمالات خلال الأيام القادمة. قاسم سليماني يقتيل في 3 كانون ثاني 3 يناير بعد أيام تمر الذكرى السنوية الأولى لاغتياله. الصحافة الغربية، مراكز الاستخبارات الغربية تتحدث أنه قد يعمد الإيرانيين إلى الانتقام في الذكرى السنوية الأولى له ولأبو مهدي المهندس، خصوصا أنه أتى محسن فخري زادة كذلك في الموضوع، فربما الإيرانيون يفعلون شيء خلال الشهر الأول، وهي الأيام الأخيرة لدونالد ترامب، والبعض يقول دونالد ترامب ربما يخبئ شيء. هم الجميع الإسرائيليون والأمريكان ينتظرون ردا من الإيرانيين. الإيرانيون حتى اللحظة يضبطون أعصابهم وليس هناك من ردود، مع بعض الاستثناءات التي تشير إلى سخونة الموقف واحتمال المفاجأة هو ما يحدث في العراق. قصف السفارة الأمريكية في بغداد قامت به العصائب دون رغبة إسماعيل قاني، دون رغبة إسماعيل قاني. هناك شيء كبير يحدث في العراق. أبو علي العسكري هذا المسؤول الأمني لكتاب حزب الله، وكتاب حزب الله قريبة جدا من الإيرانيين، قال علنا، هدد بقطع أذني مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، قال له سوف نقطع أذنيك كما تقطع أذان الماعز نصا، هكذا قال له. الوضع في العراق غريب. ثم الأغرب في كلام أبو علي العسكري وهو قريب جدا من الإيرانيين، يقول لمصطفى الكاظمي إن جهاز الاطلاعات الإيراني وهو جهاز الاستخبارات العامة الإيراني لن يحميك. هو يطعن في جهاز الاطلاعات الإيراني، وكتاب حزب الله هي قريبة من استخبارات الحرس، وهذا يشير إلى ما أشير إليه سابقا من وجود خلاف بين الحرس الثوري الإيراني عبر استخبارات الحرس أو عبر فيلق القدس مع جهاز الاطلاعات، جهاز المخابرات العامة الإيراني. هناك خلاف بين الجهازين. كيف يخرج هذا أبو علي العسكري ليقول صراحة لمصطفى الكاظمي إن جهاز الاطلاعات الإيراني لن يحميك؟ استخبارات الحرس تتهم الاطلاعات الإيراني بأنه هو وراء مقتل أكثر من قائد إيراني سواء في سوريا أو في العراق أو وصولا إلى إيران، تتهمه بالاختراق وبأنه متعامل مع الغرب. القوم لديهم هرج ومرج كبير في بيتهم الداخلي. بالتالي الأيام الأخيرة لترامب، هذه الأيام مصادفة مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل الحاج قاسم سليماني، قد تكون أياما ساخنة وحاسمة. لا أحد يعلم من أين ستنطلق الأمور. البعض يتوقع أنه قد يحدث في سوريا شيء، تحديدا سوريا، يعمد الإيرانيين إلى فعل شيء في سوريا. في لبنان كذلك يمكن أن تشتعل الأمور، الإسرائيليون يخرقون جدار الصوت، ينفذون غارات وهمية فوق لبنان، يقصفون صافيتة ومصياف من فوق من بحر لبنان، استفزازات بالجملة للبنانيين، وكأن نتنياهو يريد من حسن نصر الله الرد. سامي كليب في مقاله المهم يقول إن حسن نصر الله سوف يصمت، سوف يبتلع الضربة، وطهران سوف تصمت وسوف تبتلع الضربة في سبيل عقد صفقة مع جو بايدن وتسلمهم للمنطقة لعشرات السنين. لكن هذا الكلام دونه خرط القتاد، دونه النزاعات الآن بين الأجهزة الأمنية في إيران، ودونه صحة المرشد، ودونه الخطأ الذي يوشك المرشد أن يفعله وهو ترشيح حسين دهقان رئيسا في إيران. هكذا كما يقول المراقبون أن الشارع الإيراني سوف ينفجر عن بكرة أبيه، هكذا يقول المراقبون للشارع الإيراني. عموما هي أيام حاسمة، وهذا الشهر الأول بالانتظار، الجميع بالانتظار. انتهى ما تبقى. غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى في أمان الله.